السلام عليكم خويا، كيف ما كتشوف اخويا هنايا الاجواء كي دايره عامره اخويا، الناس جايين من جميع انحاء المغرب كيقطعوا والو اخويا، ما لقيناش بلاصه فين نقطعوا التيكيت، حنا باغيين نطلعوا نتفرجوا. كيف ما كتشوف معايا اخويا انت شو الدنيا كي عامره، بغينا حتى حنا نقطعوا التيكي ولكن الفوضى بزاف، لا هنا لا في الحسن الثاني، انا عطلعت من الحسن الثاني تما كيقطعوا التيكيات، كيجي بنادم هنا كيقطع باربعه بخمسه التيكيات كيمشي كيبيعهم ب 200 درهم، علاش ما نعرفوا التيكيه دايره 20 30 درهم. كيف ما كتشوف هنايا فاس ملي كيجي عندنا بنادم جميع انحاء المغرب التيكيه ما كتفوتش 30 درهم، حنا ملي كنبغيو نمشيو عندهم اخويا كنلقاهم ب 50 درهم 60 درهم 80 درهم. اخويا دابا كنطالبوا غير بالنظام شي شويه اخويا، بحال باش كلشي يقطع وكلشي يطلع يتفرج ان شاء الله باذن الله في المغرب اخويا، وهادشي اللي نقدر نقول. الاخوه الاعزاء الكرام، الله يجزيكم بخير، هذا راه عاصمه العلميه، ودخلنا عليكم بالله ومين ديروا لناش النظام اللي هاد البلاد خرجت منها اساسي دكاتير لاعبين مشهورين اللي هزات المنتخب اللي هو يوسف النصيري، ولد بلادنا ولد حومتنا ولد بلخية. انا تنهضر معاك راه الاخوه راهم تيعرفونا الحمد لله. ودابا كنشوفوا هاد السيت هذا ما بغاش يطلقوه، الناس راه قطعات خمسه د الوراق واربعه د الوراق وعشره د الوراق ومازال ما وصلهمش التيكيت، علاش؟ يعني ما كاينش النظام، من مين ما كاينش النظام يهزوا هاد الفرق هاد الماتش هذا ويطلعوا للرباط، خليوا الرباط ولا كازا قادين به، حنا راه قادين نضموا ماشي غير كاس العالم، نضموا كؤوس العالم، إلا كان التنظيم ويكون الوراق ويكون داك الشيء التنظيم مع الإخوان وكذا راه كلشي غيقطع. ودابا حنا بغينا الوراق السيت، السيت راه مبلوكي، ودابا الناس غتوقع واحد الفوضى إلا ما كانش التيكيت، فاس راه محبين بالكرة القدم، راه كلها غتطلع تكب هذاك المركب. باش ديروا معنا شي حل الله يجازيكم بخير قبل ما توقع شي كارثه هذا النهار، حيت فاس راكم عارفين عليها بلا ما نحتاجوا نشرحوا لكم، عارفين عليها الاجرام، وحنا بالاجرام بغينا نقارضوا الاجرام، بغينا ديروا لنا النظام في هذه البلاد، ماشي اللي جاي يدكن في جيبه واللي جاي يشفر لهذه البلاد، هذه البلاد راه عطات، الله يرحم الوالدين وشكرا. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.